Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hüde Teala bu vasıtayı hemu enbiya etku ve hemu süfara etku ve hemi hın yani evi Hüde Teala buma taban frekili Hüde Teala yek hedef biheye evci eva تشتكي درست كدف إنسان بجني الضمير. ما هو الضمير؟ ضمير تشتشتا. تعريف ضميري تشيا. شو دي زان في إنسان خدان ضميرة وفي إنسانها مروبك بي ضميرة. وإنسان بي ضمير قيمته ويشندا. بهاي ويشندا. سنغا ويشندا. وإنسان بضمير. ده فرق جدایه طبعا کینا بین هر دو کا ضمیر او حالت وکدف انسانی پیداد بیت ادگل وی حالت شعور اتکت بانه ای مراقبه کامیرات ای تاتینا چکلاندنو و تاتینا نصب کرن مراقبه ویتکن کامیرا غیبی کامیرا الهی يا خداي فرب العالمين انبياء تخو همي فريد كرين دا انسانا كي اوفا كان في شكلي كان خدان ضمير خدان ضمير او انسان يوكو لا يحتاج الى احد يحاسبه اصحاب الضمائر لا يحتاجون الى احد يحاسبهم بو بجد صاحب الضمير او حاله وكدف انساني بيداد كت كو شعور برقابته خداي كت رجا حسابه بجد يجعله هو يحاسب نفسه ديوال ويكت او بخود محاسبه خو كت او بخو دي ديفشونه ديال خو كت او بخو سربيشيه او عقوبه دي داتا نفسه خو هر وكي اف قاعده هنه داناي يعني اسلامت كي خليفة بصرمانة بيجت حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا بيجنبان أصحاب الضمائر أو لا يحتاجون إلى من يقنن لهم القوانين أبدا أو زيربان يلبكن أو طبعا دان لبن رقابة بنا لأن صاحب الضمير لا يحتاج إلى من يحاسبه محتاج إيكينيا كو جهوي بجريد آن بترسینید، آن طبیعی عقوبه بدته. بجنبان اصحاب الضمائر. باشه. اگر انسان سوال کد بجید باشه من این نأتی بالضمائر. دی کی و این ضمیری؟ او وکو والانسانیت کد که محتاج کسی نیه، او خود حساب خو کد، او خود دیفچون خو کد، او خود دیال خو اخوید، او خود حده که بخودانید، سواء كان تحت الأضواء أنا دير بيت أبا دي كي دي كي 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 شد في ضميري أو كد كي لي هيا أم تشين في ضميري بخب كرين صيدليا هيا درمانة طبعا ديال درمانة هيا صيدليا بتشين بخب كرين كو أو تشتد بين الضمير وبخو تركيب كان كذا الجواب نا لا توجد في الصيدليات باشا باديشان استيراد كان خارج نا أو جينيال ويريجي طبعا نايت كذا إلى آخره باشا بواسطة علمي تقدم العلم تقدم العلم هل يستطيع أن يزرع الضمائر؟ الجواب كلا. العلم استطاع أن يزرع الكلية، العلم استطاع أن يزرع القلب، العلم استطاع أن يزرع كل أعضاء الجسم، ولكن العلم عاجز على أن يزرع الضمير لدى الإنسان. إذن معنى بيوا علم بيشكة فايدة نادت باشا هل الشهادات العليا تعطي الإنسان الضمير؟ كلا. شهادات بلا علمي أو وكو إنسان ورد قريت يزين به غرفته صاحب الشهادة أف إنسان تاني أو مروف تاني بفي شهادة بفي بلا علمي بفي درجة هل يستطيعون الحصول على الضمير؟ كلا. شهادة أبا خلق أبرو طبعا كريا وسيلة ارتزاق بخو بس بيدجي طبعا لا تعطي الإنسان لا الضمير ولا الشجاعة ولا الإخلاص
شهاده افرو بلاوي علمي نضمير الدتي نجرأت شجاعت الدتي نإخلاص الدتي. إذن قالك قيمتني الشهادة شو قيمتني بوهانية أفرام بينين أصحاب طبعا الدرجات العليا من العلماء مثلا دبيني هزار ميتين يحملون مثلا درجة دكتوراه مثلا بلي خبدي إنهم لا يذكرهم أحد كسب حسيوان ناكد طبعا ليس لهم ذكر مرفوع نوبيون نيبلندا بو چنكي أف شهادة هني لا تعطيهم الضمير ضمير نادته هشيار بين نادته شجاعت نادته زلكي نادته كلمة حق نادته إخلاص نادته نادته إذا شهادات جي طبعا نريك بو إنسانك طبعا كو ضميري أف إنساني هب دسخو بخيد دبيني مثلا هزارات أصحاب الدرجات يعني كدش دكتورة ونظام شكذا إلى آخره إن عاشوا لا يحس بهم أحد هكا بجي الدنيا إذا أبرد جين بس كاس بينا حسيت كابا هنا كاس نظانيت أب إنسان التاني وجود وان هيل بحياتي دبو چنك أب إنسان التاني أصحاب الهمة الهابطة أو شهادة يعني أو بلا علمي ورقرتي فقط ليحصل على منفعة مادية صرفة در شهادة معاشي بيزي دبيت أن دبيت رئيس قسمك أن دبيت طبعا بلاكي بيور جريد إذن الشهادات طبعا ليس شيئا ندت إنساني ننافي نذكري نتاريخي نمجدي أبدا بيقبه ميتين بهزاراتا عاشوا لا يحس بهم أحد وإن ماتوا غدا لا يتركون فراغا بو چنكي وان أصحاب الشهادات هيج بينغابك نهابتك هيج ضمير دفان بيدا نبوه جرأت ونبوه شجاعت ونبوه ظلاميني ونبوه اوان خما امته خونه الجردك اوان همته اوان همه هابطة بين فقط تنحصر همتهم في ان يحصل على مسكن وراتب ويترك العالم يأخذهم الطوفان هيج اذن امرو في خدام شهادات بشكلي هيج قيمتني هيج بهانية أبرو أكام بري خب دينخو بكمال جهيها بمجتمعها كمال جهيما يعني كردي خاصة بإقليمها دبيني آلاف أصحاب الشهادات بس ما بوچنا هيج ها قيمة بيجي طبعا چنك أو شهادة ضمير نادن وان شرعت جرأة نادن شجاعة نادن إخلاص نادن زيركي نادن رجول نادن دائما أو شهادات وان إنسان فقط بري وان لي او تشتكي ذاتي منفعتي خو اذا خلاص اذا ام بيغا بي محتاجي چينا بيغا بي او قيرانا خطير الذي الم بالامه تشيا ضميره ضمير البرفيشن دي ما دام قيرانا ضميريه چتش بريفنا چيت افرو اگر اف طبعا قيرانا چاره سر نبي وما قدش ضمير طبعا حزب شبدة خلكي حكومة شبدة خلكي برلمان شبدة خلكي نت صيدليات هنا نت شيء استيراد كي دربا نعلم شيء ضمير بدتا إنسانا نشهادات شيء ضمير بدتا أبا فقط إيمانا بخده تعالى عبوديته برب العالمين ووقتي فقط دي ضمير دفتا بيدابد ودي بيه إنسانا كي آوا ويا معلومة جاو إنساني وكو ضمير طبعا دفنا بيد إنسانك هرفتك إنسانك خرابة إنسانك بكير چشولة ناهد بكير چه مهمة ناهد بكير طبيعي چه أركا أو إنسان أداناك بو چك ضميري وينيه ضمير جي ما قوتي طبعا أو إيمان الدف إنساني بيدات كد البربة چند خود تعالى أو أنبياء ایک دیف ایک فریکرن گوتی هر نبی انسانی آوا کن ابن احیا ضمیری و یعنی ولی بکن او مروف هزرا کسی نکد او جوانا کسی نراسید حتی ایک حسابایی بکد نه فقط او يحاسب نفسه وضمير وي بإنساني طبعا تيني تدبت وهو ضمير طبعا رقيبة وكاميري السر ها بإنسان وقت جهشته في آستي بوقت او إنسان طبعا دي آوا بيت وإنسان طبعا دي درس بيتو وفي إنسان هدي صابت البربي كانت يعني كضمير كرقبة خدائي سر إنساني بيت إنسان شعوري بيبكت دي بيت إنسانك نموذجي إنسانك عظيم إنسانك بركبتي إنسانك ما قلت هوجي قوانين نابت هوجي محكمة نابت هوجي شرطة نابت هوجي محاسبة نابت هوجي يعني محاميان نابت هوجي چتشتا نابت بو
شنك او انسانها يجيت البن طبعا تحت الاضواء بن مراقبته الهي به بجني الضمير مي وقتي هر وظيفه كتو دافي هر شوله كتو دافي هر كارك او بيراد بيت يعني هر موقعك او انسان طبعا تبكيت ده دي بيرابط وجهك طبعا يجوان وبريكك تمام يدرس اف انسان ها غازندي طبعا تيشي غازندي نابيت تيشي طبعا عقوبه نابيت بو شنك اف انسان افايا انسانه که یعنی آبایه طبیعی کمالگه و جو مناخ مجتمعی جی او جی عامله که زور مساعده بو آبا کرنا انسانی بو آبا کرنا کمالگهی طبعا اگر کمالگه او سلطه او مجتمع او خلق او هوال او دوست او بیعته تو تیده جی اگر مجتمع که به ضمیر بید، مجتمع که منافق بید، مجتمع که جبان بید، مجتمع که به موقف بید، مجتمع که به رساله بید، مجتمع که قلوبهم طبعا مع الحق بس سیوفهم على الحق بی وقتی طبیعی او مناخ او مناخه که نی مساعده نی تمام بو چکرنا طبیعی یا ضمیری فالبر بیشنده مناخ جی زور پیویست مناخه که تهبید یعنی یا او وی وقتی دا ضمیر طبعا شلب کت و دا ضمیر اکد بیشن دف انسانی طبعا پیدا بید هر که شعرت بیشن بید متى یبلغ البنیان و کماله اذا کنت تبنی و غیرو که یهدیمو بگه به وقت تو ربی امر ربی ضمیر آواد که اینو تین هوار و سروان من براوان کلمت تنه و اهوی وعظه هنه و ارشاده هنه و توجه هنه و گازی هنه هم بجن عالمه بجن انسانه به ضمیر امریه ضمیری دفخو پیدا کن حسابا خوهم کن بری خود حسابا بکن انسانه مستقیم بن بس تو بری خود اعلام کادی بیعت تو تیداد جی او طبعا مناخ تو تیداد ده بینی بیعتك موبوعه بیعتك نساخه بیعتك بمایه بیعتك خرابه وی وقتی تو بنا ضمیر نبی مجتمعی طبعا نشیب کی برنده وجود طغاتا مجال جای صحبت کری حکم فاسد حکم مفسد و حکم خراب بنا ضمیر نبی کمالگهی گلا کب زحمته چنکی کنگی بجید متا یبلغ البنیان و کماله اذا كنت تبني وغيرك يهدمه بيجوا بهم رب من أبا كين ضمير الدف إنساني أبي إنساني أبا كين وجلك جهات دي تين يعني بعشرات أو عملية الهدم يا مستمرة أو هدم كان وخراب كان معنى أبينا أبي ضمير يجي جلك بزحمته نبي لكم الجاي بعند وقت خدي تعالى بيغمبر فريد كرن أولد قت هرن دارا ظلمة دارا طغاتا دارا يعني مستبدة دارا وان مروبا ببرن حکموان نهیلن طبیعی روژیتوان کتایی ببینن دا مناخ پاقش ببید دا او جو پاقش ببید دا عالم لوی ضمیری او بیشن بهت آوا کرن دا توبشه ضمیری دا عالم پیدا که وقتی تو ببینی رخو دورت همی فساده همی طبیعی خرابیه همی لصوصیت همی دزیه همی تزویر همی اوه وی وقتی آوا کرنه ضمیری ناب بکم الگهی طبعا گلک اب زحمته بل هنده جی قرآن بحثی عزلیت کد بحثی اصحاب الكهف کد و اذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله معناه بي او كم الجهه او تيدات جي كم الجهه كي خرابو او شباب او طلاز او لو او جحل نشيان طبيعي حفاظ السر يعني الدين يخب كانوا وحفاظ السر ضمير يخب كانوا وحفاظ السر استقامة خب كان نبيكم الجهي بيس اوان طبعا خولي جداكر وشنا طبعا شكفته با وقصتانيا معروفة بجا افرو اب بيئتي امتدا هو بيئتك فاسدة بيئتك طبعا ضميري هما نهيلت فطرة إنساني ناهلت دين إنساني أبرو طبعا مستهدفة أخلاق إنساني أبرو مستهدفة بناء إنساني بخو أبرو طبعا هدفة بوان تيرا بوان شيرا بوان يعني درب التاني أفتوكو كافر درست كان بربي چنده يعني ضمير ايكش أساسياتنا حتى إنساني أو ضمير طبعا دف پيدا نبيد ابكير وظيفة ناهي ابكير جنديت ناهي ابكير قايدية ناهي ابكير حكمي ناهي ابكير أبدا طبعا او انسانی ها حیات همیه ده تگدد و وضعی ده طبعا ده خراب کرد اکم بری خوب ده اینه طبعا دور ضمیری که ضمیر ایمان چه و ضمیری و شجاعت و بویریه و جرأت و ظلامینیه و قول حق چه و ده انسانی پیدا کرد ده تو بری خود ده قرآن به مفد بد گوهزید
طبيعي سحرة فرعون. سحرة فرعون مؤسسك ديني بو. أبي مؤسسة ديني فرعون اعتمادك كل دا سلبي مؤسسة ديني. همو طغاة أرضي جي أبرو أو بجني مؤسسة ديني. يلا جاب صعبة سلك أو دا مزرية ديني أو ديني رسمي أو مؤسسة طبعا أبا أف علماء تاني علماء السلطة أبي توكو خدانة فان شاشكت مزيف يدرو أو دائما اعتماد دا سلبي مؤسسة ديني. فرعون زور اهتمام دا سلبي مؤسسة ديني كو حرنا بواسطة يوي مؤسسة ديني كوبشت عالمي بتوسيني تو عالمي خداع كتو عالمي طبعا بربرزة كتو عالمي التفاف السرب كده البربي چندي فسحرة شوان انسان ابينا بتوكو تمثيل ديني تكر وفرعون كان يستعين به طبعا في تثبيت عرشه ها بيقى بيجي وحتى قيامته جي دائما مؤسسة دا مزرايا ديني ديني مزيف دائما طبعا طغاتو وظالمو وخدين نياسو وخنميجو او استعانه بفان ملات كان طبعا اوروبا وقت دا بكنيسات كر رجال الدين كر برهنده جي وقت الثورة الاوروبا رابي يلا جرما يقولي اوان شعار بلند كر قوتي اشنيقو اخر ملك بامعاء اخري قسيس يعني قوتي ريفيكت قشي طبعا كنواريسك يعني آخر ملك أوروبا بريفيكيتوي إعدام كان يعني شنواريسكي بو چنك أبان هر دوكا مال عالمي ويران كان هر دوك ببين إيغو ببين تحالفك ببين جبهك ببين كلمك ببين صفك ببين يعني دستك بضد ملتك وبضد جو بيقى بيجي وقت تتبيني مؤسسة ديني علماء الدين أبرو طبعا يبوقونه طبعا للظلمة وبري خبدا في إنسان هيلات جريد فقط بو منفعته خو طبعا وظيفك ورجل كذا بين بي مؤسسة دينية رسمي سحرة إيكش مؤسسات الدينية بو فرعون اعتماد جمال بس بري خبدا وقت إيمان خل دل سحرة داي بري خبدا شو ضمير دفن بيدا كن سبيدي وقت هاتين ديوانا فرعوني أوان فيان طبيعي بس فرعون يعني بيشت مرحبا ركب داتي بس بيلاوي توي ما صحكت چيك انسان بي ايمان يعيش في آفة الذل انسان بي ضمير و بي وجدان طبيعي اتهمو آفات خراب و امراض دا يتجيد اوي چه طبعا كرامت نيا اوي چه رجولت نيا اوي چه موقف نيا اوي چه هلوس نيا بريوي اللي بس پاشكويا و ذيلة و كوريا بو انسان طبعا قرار لبيدا حكم لبيدا عبدوية طبعا دفت شبتي يعني انسان كي زليلة حتى دي ما يجي سحرة الفرعون فرعون سبيدي هاتن طبيعي فقط يودون التقرب من الحاكم بس حاكم بيشتي مرحبا بيشتي بخير بهن وجيب داتي وقلب كتكني وتشتكي بداتي بس وقت إيمان خل دليوان داي بشتيوان معجزات ديتين وآيات ديتين وحقي ديتين وكحقي الكيرا يديل بي پیغمبري موسى اوان رأسا إيمان إيمنا وأوان رأساً جرأته شجاعته زيركي بويري كسب كر البربة چنده هنجيك إيمان مصدر طبعاً ضميري مصدر جرأته مصدر زيركي مصدر هشياربيني جيدر بو همو فضائل الدنيا بري خب دي أو مجموعة سحرة طبعاً خلاص بين الوي عبوديته وي ذيليته وي يعني تبعيته وي سرشورية وي باشكوية فرأسا تبلغه كرة شابت فرعون را وفرعون دفوان أصبح حقيرا من الزواحف هش قيمة نبو بيش أبا إيكش أمثلانا ويتوكو ضمير الداتا إنساني جرأة الداتا إنساني شجاعة الداتا إنساني طبعا إنساني ولد كتك دبيتا نمونة دبيتا يعني منارة دبيتا نموذجك عظيم الدنيا إذا البربي چند خود تعالى طبعا أنبياء فرد كرين البربي يعني چنده اكان بري خب دا اينوان انسان الضمير هي ابيت حكم كري ابيت الصلاة كبيت الله بادا ابيت كرسي كبيت الله بادا ابيت طبعا سر پرشتي عالم اتكاد دي تو بري خب دا اكاب انسان الضمير نبيت او انسان طبعا دي ديف هواي خو كبيت دي ديف دل خو كبيت دي ديف مزاج خو كبيت دي ديف شهوات خو كبيت دي ديف طبعا او تشتي وكو نفسويت بيشتي دي ديف كبيت او ديف قوانيننا كبيت او ديف غازيت خدينا كبيت او ديف شرائعنا كبيت او ديف عدالتنا كبيت او ديف فينا كبيت كو مافت عالم بيينت او ديف فينا كبيت كو وطن خو اوكت او ديف فينا كبيت كو مجتمع خو سعيد كد ابدا يتبع اهواء
طبعا او انسان بيتا تابع هواي خو معنوي ضميرني معنوي انساني هشارني معنوي انساني ايمانني معناه في انسانه بخدي ببرتشاي ابي انساني اوجش رب العالمين يا فالبرب شندي امرو بهني يتبع هواه يعني او انسان بيتا تابع هواي خو طبيعي معنوي انساني تشي يعني الرب ديال بخدي ب طبعا يا اجا تو بري خب ديا مثلا ايكش نمونه يعني نمونه من الاف يعني النمونات او الامثله ايك شلون حكام توكو حكم بكل وضمير هي وضمير شي يعني يحس ويشعر برقابه غيبيه كامره منصوبه علي بدون كويك بترشد عن حساب ابو كبكت عن رقابه كدنيوينا أبا إيك شلون نمونه دي بو تبيجي ما بيوكو أصحابه الضمائر أبا بيجني سعيد ابن عامر أبا والي بي والي طبعا والي باجيرة كي بتقودني حمص حمص بيجي معروفة طبعا السورية موجودة أو حمصة هنجد بيجني كويفية الصغرى أو الكوفة الصغرى خلكي وي باجيري خلكي وي جهي قالك إنسان طبيعي معاملات نخوش بون قالك انسان طبيعي غازنده کر بون قالك انسان شکایت کر بون قالك انسان حشفت نیت کر و حش طبعا شبت کوفا ما کوفا عراق بجنوی کوف کوفیه یعنی تصغیر کوفا اویجی اف مسائل تانی طبعا خلیفه بصرمانا رابی لیگرد مروفک لگرد کوزانی خدان دمیره خدان هشیاریه انسانه که ای آوایه انسانه که خودی نیاسید انسانه که ات روژه حساب ترسید چونکه او انسانید بیتا مسئول و بیتا بر پرس حزبه رئیس حزبه رئیس وزرایه رئیس اقلیمه رئیس نظام چیه بیشت اکه او رابط انسانه که ببینید تعیین کد چونکه حزبویه آن چونکه مروبویه آن چونکه خزمویه آن چونکه گندیویه آن چونکه اسهارویه آن چونکه کده الاخری یعنی دستخوتویه کده بجید اوی مسئول رقم ایک لقد خان الله و خان الرسول و خان الامه بو تبو چه هف انسان اینا تعین کرد چونکه هف انسان ها گندیته ها آن خزمته ها آن پسمامته ها آن مروبته ها آن نزیکته ها آن مؤیدته ها آن ماستاچیته ها آن بوقاته ها برنده تا ده بشید او انسان وکو ای که تعین کرد سر منصوبیته منصوبیت چه؟ یعنی نسبه یصل به نسبنا اوه این نزیکی ما یاد نسبه ده آن سر محسوبیته ما معنی المحسوبیه هو محسوب علينا هو من حزبنا هو من جماعتنا هو من مؤيدينا هو من الراقصين هو من الابواق محسوبية يعني هو محسوب علينا ترابي انسانك يوصل تعين كي موظف ومنصبك بدي السر بهنا بامتي السر بهنا بخلكي او مرو بخائنه او مرو طبعا انسانك خيانه الامانه كي خيانه الحكمي كي خيانه الطبيعي البي موقعي كي خيانه الخدي كي خيانه البيغمبري كي خيانه هم تشتكر بو تشكي لازم وقت توي كي تعين كي يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين لازم توی انسانی دانی مسئولیت بدهی اوه وکو امانت دف و اوه وکو قوی یعنی انسان که مخلص و انسان که مختص اما توی که تعیین که چنکی حزباته شبت به کاری سابقه به هم بینیم چابت خو برای خوب ده به حکومت محاصصه حتی به اقلیمی ها برای خوب ده ابان یعنی حکومتی تشکیل کری حکومت به اقلیمی ها اما هندکش به حزبین او هندکش به حزبین او هندکش به حزبین او طبیعی حتی قیامت رابید اف انسانه اف محاصصه اف جوري حكمته او نشد هیچ خدمت وطني بكت خدمت خلقي بكت خدمت ملت بكت ابدا ما دام اف انسان تنه ای خلقی دان چنکی حزبویه چنکی پشتوانویه چنکی طبیعی منتمی بو یعنی کیانه وی برنده بکره وزیر برنده بکره مثلا مسئول برنده کده او انسان ناجح نابید خود تعالی هدایت و ایناده توفیق و ایناده سرنای خید ابدا ها اف حکومت محاصصه حکومت الفساده حکومت دزیکره حکومت فاسده حکومت خرابه بلا کس عمل پی نبید یعنی کود اف حکومت شید صبحی چاکساز یکی کد آن ده وضعی گورید آن ده خلکی بد باشیه اوانین دراو چه اساس بونیه بو چنکه اف حکومت احزابانه برای خب دوی پرلمانی پرلمان احزابانه خلک که ما اوصاد چیت وقتی خو ادبت و برزد کرد وقتی چیت
انتخاباتت کت و دنگ خود ده تبان او پرلمان احزابانه او پرلمان کردستان پرلمان حزبانه نه پرلمان خلقیه عالم علاقت بینیه عالم پیوندی پیبنیه او تمثیل حزب خود کن تمثیل بریکا خود کن تمثیل خود کن فقط فالبر بچنده هنگی اف حاله ای موجود بید اف نوع پرلمانی مه بید اف نوع حکومت مه بید اف نوع دستالات مه بید روش بروش عالم ده پشت پشتو کی چید روش بروش مال عالم ده ویران و خراب بید روش بروش خلق طبیعی ده کبید از ما خلاص نابن بو چنکی اف حکومت نیا خلقیه و اف پرلمان نیا خلقیه و اف دستالات نیا خلقیه و اف حکمران نیا خلقینا همیت وانن وان اشخاصان فقط فالبر بچنده او انسان راد بید طبیعی ای که تعیند کت وظیفه چین که حزبیه ویه آن خاله ویه آن مامه ویه آن پر بشدوی وقتی خانه الوطن او بخائن مسئله ای خود و جا خلیفه بسرمانا اوی لید گرد کان یولی او طبعا یعینو من توفرت فیه صفت القوة والامانة اما محسوبيته منسوبيته قبيلته كذا او طبعا ايكش عوامل هدمية او هرفان دنيا هر وكي اكتا مثالك بيت مثالك نزيك وقريب كتب زاني حكم فاسد وحكم فاشل وحكم يقاوية اما بري خبدا عراقي وبري خبدا في اقليمي دي زاني او تشتي خدي امر كري ديني قوتي تشتكي حق او يواقع او يتمام يدرس تحت دي مايكي بله خوب ده وقتی عمر کور خطابی سعید نعامر تعیین کری کریا والی سر حمصه من اقلادش گود وقتی وی وال یک دانه مسئول یک دانه طبیعی مراقبه لیت کر مراقبه لیت کر بله ولاته توی مسئوله توی هموش وی نوعی بین اصحاب الضمائر وقتی انسان خودان ضمیر بید خودان طبعا کد بیش وجدان بید لا يحتاج الى رقابه غيره او خو يراقب نفسه او خود زاني دي چكتو دي چپنگافابتو حتى ديمايكي اكتو بري خب دي يابي مروبيها يعني يابي واليها ابي وكو خليفي هل بجارتي كريا والي السل طبعا اوي بشتي دمك بري خود دي خليفي بصرمانا بري خود دي قائمك وصلته قائمه 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 ليست يعني ليست جاشته تضم اسماء الفقراء في الولايه او قائمه او طبعا ليستا جهشت ك عاصمه جهشت طبعا مركز الخلافه نوبت فقير تعداد ابو هندك قلت بيش مساعد بدني وكذا الى اخره بري خداي خليفه بري خداي يجد اسم الوالي على راس القائمه الفقراء يعني والي وقت هو بري خداي قلت يا بكيا أليس هو والي حمص؟ قلت ما بنا محافظة ويريا نا أميرة نا والي قلت بلا ولا والي قلت عجبا نوبوي هاتي ضمن قائمة الفقراء نوبوي أبوي نبيس قلت ني فقيرة إنسانك بشكلية إنسانك أو شي إيكش فقراء طبعا ولاية حمص أبا قالك الدجي غصة خليفي طبعا نوبتوان دجهاني خليفة ولاد بينشي بس نوبتون كانت تريد ضمن طبعا قوائم الفقراء يعني ولاتي توي او توي تعينت كرن او اصحاب الضمائر او خديترس اوان دائما ولاتي توي وقت نوب فقيرة تاتو لسلا فقيرة نوبت هندك ولاتي توي جي طبعا تدابي او چد جهينيت او ويد جهينيت بانه اف انسان التاني اف مروب التاني اف ولاتي التاني اف حكام التاني اف امراء التاني او اصحاب الضمائر البربي كان دي استغلالا كرسي كنا كانوا يا سلطنا كانوا يا منصبنا كانوا اف انسان دست خونا داشي طبعا وقت خليفه زاني كوالي حمص من يعني بين قوائم الفقراء راسا رابي بوفريكرن الف دينار يعني الف دينار بيستو بنج دفتر الدولاري بوفريكرن او زاني جاك بوفريكت طبيعي او انسان طبعا وقت مبلغ جهش كوالي بيجد والي اغتم واصيب بالهم او والي قالك عجز بو بهنا ويقالك تشكبو انسانك بيقالك طبعا وكي خونا ما وضعي خرابي اینا جنکاوی گوته جنکاوی او وکو طبعا جز اکا اشتکوین اوی گوته و تخیره چپ سرطهات که خلیفه
يعني هل قبض الله الخليفه هل مات الخليفه؟ قلت ان خليفه نمر يا قلت با تشي ماذا اصابك؟ لقد اصبت بهم وقهر عظيم. تشل قلت يا با طبيعي 25 دفتر الدولار 1000 دينار يعني 1000 مسقال زيرين يبو من فريكري يعني خليفيك اس طبيعي استعانه ببكانو كذا. بجا قلتي بوش تو عجز بي؟ قلتي چنك اس عجز بي من قل بيغمبري بيت بجيت الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. إنسان فقير وخدان ضمير وهجار أو دي بري زنجينة حتى أو زنجينة شنا حجج أو زنجينة بصرمان أو زنجينة طبيعي شكرا خدي جيت كان بيجيت هجار هجار خدان ضمير ويا خدين ياس ويا مستقيم ويا الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام بني وان دي چنا بحشت بين صد صالة أبي زنجين أبي مال هاي أبي تي هاي طبعا مال وي دي وي تأخير كات مال وي دي حتى أقبشت بحشت جي أباها طبعا دي بي إنساني وهلت بين صد صالة بشتي وي طبعا دي چتا يعني بحشت إنا قلت بس بسيطة رابا أبا باطاي تين هل عندك بارا بك باتك وفريك ابو فقير وجار؟ قلت والله لقد احسنت ولا راسا رابي او يعني بيستو بينج دفتر الدولار ان هزار مسقال زيري توزيع كرن هذيك طبعا بو فريك حتى دمويك ها ولاتت خدان ضمير وجدان طبعا ابنا ها ابا حكميت كان شكي ضميري هي وجداني هي دليوناش تمال عالمي اكان بري خب دينا قالك يعني تشتدي تين كانسان وقت اسلامت که بری اسلامت که دو بری خود ضمیر نیه وجدان بی انسانی نیه مثلا شبه توی صحابی کان صحابی یرا دائما مهموما صحابی اک تاتا تین دائما عجز بی اینا پیغمبری سوال لیکر گوته استدبینم اراک دائما مهموما حزینا گوته یا رسول الله جاهلیت دام تشتکی کری وقتی ازی به ضمیر وقتی ازی به وجدان ابرو پشتی از بسرمان من ضمیر من ساغ بو اس او او تش پیش جابت مناشی گوتی چیه؟ گوتی طبعا عادت ها بهنگی یعنی عربا دائما کچت خو عیال خود کشت خاصتا کچ گوتی میجی کچه که بو مهیل حتی پیچه که مزم بوی اس رابیم طبعا شیطانی از دفع دم که از وی کچه بکشم گوتی مگوتا دایی کاوی رابا کاری وی جام بکی افستوان که بکی استایی کچه همه از دی بمه سرا خالت وی مقصد هم پی او بی بمه صحرای پا بمت بیره دا قلت ابي عين بومن واكل وجلي كينا بارك تشامنو از رابي مشم تشم الصحراي ما بلا هنداف بيري ودهاب ما بيري دا قلت كشكي كيرا جيري قلت باب ما دايكا من نقول كتا بينا با تا امانات مواصيات تانا كيريا قلت الشيطاني غلابات مكي ضميرني او كش قلت من هابي تدبيري دا واسمو ما هنداف سريوي حتى دنجي جيري ويجي نما طبعا وقتی پیغمبری گلی بی اف قصه هنه اف حادثه هنه بو بی انسان بی ضمی اینا رأسا گوتی والله لو عاقبت احدا بعد الاسلام لعاقبتك بیش حتی بکه له النبی صلی الله علیه حتی پیغمبری کرا گیری حتی صحابیه کرا گیری ابا بیش بو چه بی انسانی ویگا بی اصبح مهموما چلکی ویگا بی اصبح له ضمیر پشتی ایمانه پشتی اسلامه پشتی نیاسینا خوده اتوی وقت جاهلیت دا ضمیر نبو برای خوب ده كتش اخو تشوا طبعا ولكن اكان بلي خب دينا مثلا فيشن كهد بين خنساء خنساء شاعر ابو براوي مر صخر صخر يعني براوي باب دا بيش كذا حف صالة اوي برشي خود يعني اكود بيجد او تكر يعني كيشا وحف صالة تكرا جري يعني فيشن كي حف صالة بو براوي حتى شا يعني شاعر ابو تقولي يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره عند كل مغيبي ولولا كثرة الباكين حولي لقتلت نفسي أف خنساء طبيعي حفت صالة ببرا يخد كراجلي طبعا چار كوريت وي بشتي بسرمان بي چار كوريت خو فريكينا جهاده فريكينا طبعا حربي القا هر چار شهيد بون ايك نقل خبر طبعا جهانده رأسا اويقود أرجو من الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمتي لم تذرف دمعا حتى رنكك جابي ويدانا هاتا خال أبا أوجنك ببو براي خو حف صالات كرا جري بو چار كوريت خو أبدا نكرا جري بو چنكي هاتا قهورين بي خدان ضمير بي خدان يعني بتيجهشت كرب العالمين تبيني
ها هو سأبرو أزمة ضميرية ناب بخلكي طبعا أف عالم حاكم ومحكوم والشعب عالمه طبعا عندك شعائر الدين يتكن بس ضمير في عالمين فالبر بيشان دي خده تعالى توفيقه في خلقي نادد وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.